أصدرت وزارة الداخلية تعليمات خاصة بعدم انتهاك حرمة شهر رمضان المبارك في المؤسسات العامة والخاصة والشوارع والساحات العامة ووسائط النقل. وتضمنت التعليمات التي عممت على جميع محافظي المملكة للعمل بمضمونها عدم السماح بفتح المطاعم والمقاهي خلال ساعات النهار وإغلاق جميع محلات بيع المشروبات الروحية تحت طائلة المساءلة القانونية. ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على أراضي المملكة إلى عدم المساس بحرمة الشهر الفضيل والالتزام بالآداب العامة وعدم خدش مشاعر الصائمين.